السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة الجزيرة في قطر. في خبر عاجل، أفادت مصادر للجزيرة في مدينة القصرين غرب تونس بأن أشخاصا عدة قتلوا اليوم برصاص قوة الأمن في عدد من أحياء المدينة مع استمرار الاحتجاجات التي تشهدها تونس منذ نحو 3 أسابيع. وأفادت مصادر نقابية أن عناصر الأمن التي تحاصر مقر اتحاد الشغل في المدينة تحاول اقتحامه، كما شهدت مدينة الرقاب في ولاية سيدي بوزيد إضرابا عاما. وبالقرب من الحدود الليبية التونسية هاجم متظاهرون في بن قردان مقر الحزب الحاكم والمعتمدية ومديرية الأمن في المدينة. معنا بمدينة القصرين المحامي مجدي غرسلي. سيد مجدي، لو تضعنا الآن في صورة الوضع في القصرين. تحية طيبة لقناة الجزيرة. في الحقيقة احنا في ولاية القصرين منذ صباح اليوم نشهد مدينة بوليسية بأتم معنى الكلمة. قوات الأمن منتشرة في جميع الأحياء وتقوم برشق المواطنين بالرصاص الحي على مرأى ومسمع من الجميع. احنا حاليا محامين ولاية القصرين محاصرين في المحكمة الابتدائية، حيث منذ لحظات تم قمت شاب أمام المحكمة رمي بالرصاص على مستوى الصدر. هذا على مرأى ومسمع من المحامين. طيب هؤلاء الذين وقعوا قتلى او جرحى بفعل تلقيهم رصاص الامن، هل كانوا من العناصر اللي استطعنا ان نحصرهم الى حد الان 11 قتيل؟ كم عدد؟ 11 قتيل. 11 قتيل، القتيل رقم 11 تم قتله منذ لحظات امام المحكمه الابتدائيه بقصرين. لديكم اسماء هؤلاء القتلى؟ طبعا. في الحقيقه ما الاسماء اللي توفرتنا لحد الان عن وليد السعداوي، هذا تم قتله صباح اليوم امام الاتحاد العام التونسي للشغل، يقين الجرمازي ربيعه ماتت اختناقا بالغاز المسيل للدموع، ناجي شعباني، عن ايضا فوزي البوعدي وهو نقابي في الاتحاد العام التونسي للشغل تم قتله ايضا صباح اليوم، ايضا وليد الحيزي وهو شاب من متسكنين حي النور يبلغ من العمر 14 سنه تم قتله منذ لحظات. نعم. الاسماء اللي يجب ان نتحصل عليها. طيب اريد فقط ان نرد على بعض الروايات الاخرى ايضا من جانب السلطه التي بالامس كانت تقول بان الذين يتم استهدافهم كان ذلك لحاجه وضروره امنيه بحكم انهم كانوا من المخربين الذين يستهدفون منشات عموميه وهي في الملك العام وملك الشعب. في الحقيقه هذا حديث ليس له اي اساس من الصحه. جميع الاعمال اللي تم عرضها في قناه تونس 7 هذيك اعمال تمت من قبل الشباب على اثر حالات القنص والقتل للشباب، كانت رده فعل طبيعي لعمليه القتل اللي مارسها البوليس التونسي. احنا كمحامين خرجنا صباح اليوم من المحكمه الابتدائيه بقصرين لتشييع احدى الجنازات، فتم تفريقنا بالغاز المسيل للدموع وتم رشقنا بالرصاص المطاطي. انا شخصيا تعرضت الى رصاصة مطاطية على مستوى البطن انجرت عنها بعد الرضوض البسيطه. طيب يعني قوات الامن منتشره، ماذا عن الجيش؟ الجيش لا يحرك اي شيء، الجيش فقط يقوم بحمايه المنشات التي امر بحمايتها. طيب ما هي المطالب التي يرفعها الان المواطنون في القصرين؟ الوقف الفوري لاطلاق النار. الوقف الفوري لاطلاق النار. هذا هو المطلب الان اصبح الملح. هذا المطلب. نعم. المطلب الاول من جمله المطالب، عندنا مطلب اول هو وقف فوري لاطلاق النار. نعم، لحقن الدماء. هل هناك محاولات للحوار مع السلطة في القصرين؟ في الحقيقة وردتنا معلومات حاليا من عميد الهيئة الوطنية للمحامين بتونس اللي كان له اتصال مع رئيس الجمهورية، أكد له رئيس الجمهورية أنه طلب من محامين القصرين أنهم يتفاوضوا مع المواطنين، لكن احنا رفضنا هذا المقترح. التفاوض، هل يرغب من المحامين انهم يتفاوضوا مع المواطنين، لكن احنا رفضنا هذا المقترح. نحن عندنا مطلب وحيد وهو الوقف الفوري لاطلاق النار وخروج جميع القوات البوليسيه. اذا طلب منكم ان تكونوا وسطاء بين السلطه والمواطنين. كيف؟ طلب منكم ان تكونوا وسطاء بين السلطه والمواطنين. وكذلك واحنا رفضنا. نعم. هذا المقترح بشده. طيب لماذا الوحيد هو الوقف. نعم. الفوري لاطلاق النار وترك مدينه القصرين للجيش يدير شؤونه. هذا هو مطلبنا الوحيد. ما الذي يمنع حوارا مباشرا بين السلطه والمواطنين؟ حالات القتل والقنص اللي يقوموا بها زبانيه الجنرال بن علي. شكرا لك سيد مجدي غرسية المحامي من مدينه القصرين.